السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم جينا اليوم المقا كما قلت لكم غيتلاقاو مع الناس اللي عوانين يديروا معهم طلاب. المهم هما خصهم يشوفوا البلاصه باش لقاو زعما شحال غيتقام عليهم لو بيديروا دوك التعديلات ولا وشنو هي الاتفاقيه اللي غنديروا مع بعضياتنا. المهم الحمد لله انا سبقني عاصم حيت انا تعطلت شويه بالترافيك، سبقني زرب على الامور. المهم معهم كما كتشوفوا نضال الامور كانت الارض مصفى باش يزيد بالخير. هما راه جاوا دابا راه كيشوفوا لتحت لعبة دايرها لنا مجيد. دايرها مجيد غير تشعل الضو تبقى تسخون. يا الله. سي مرحبا. سي مرحبا. شوف بعد هذوك الفرصات. مطرق فالكون كسوم طول الناس. سيد عنده اكسبيريونس كبيره في هذا الشيء. المهم دابا كيشوف هذاك اوريكم كيشوف هذا اللي نزل حيت هو الا بغى يدير هذاك الشيء الماكله خصو تكون هنا، دونك هذا خصو يكون الضب كيحسب شحال غيقدر يكون خارج. هذا اللي كنا درنا ديال الضل راه كيحاول يصور تما، دونك هو كيحاول يشوف واش مسلل كاع انه ما غاديش يكون الشمس هنايا، حيت هنا كتكون عندنا حنا الشمس الصباح والعشيه كتكون على الهيه. دونك الصراحه اغلبيه كتكون مزيانه بالنسبه ليا حيت العشيه هي كن كيحتاج كيكونوا زعما الناس كثار في الساحه وداك الشيء، دونك يكون هنايا الضل. ولكن هو راه كيفكر الا كانت غتكون الماكله ولا غير خصو الطياب، يعني خصهاش تكون الشمس هنايا. دونك حنا صرا كنا قادينها شحال هادي ملي كان بايا، كان قال لي بايا راه كتدخل الشمس، دونك كنا قادينه. المهم غنحاول نشوف معاهم دابا، راه واخا كاع درنا معاهم الكولاب ولا كناخذ اكسبيريونس، دونك سوا درنا معاهم الكولاب ولا راه كناخذ معاهم اكسبيريونس دابا تنفعني الا كملنا هنايا ولا شي حاجه. اوكي يعني بيكام ريل مان. اوكي real job, real money, real money, yes. Very fast and cash. Özgün, bir daha şimdi şöyle düşün. Merhaba. Mahmut. Bak, şöyle düşün. Bunu şuraya kadar çekersek. Çünkü şey. Nafik tabi değil. Adam. Bu şey burada olacak. Aha evet. Sen de mutlaka. Aynen. O ince olan. It's big table. No, rewind the 30 centimeter. This. Ah. This. Check and. This area, two people table. Okay, okay, yeah. This side. اللي جنبك ايش عنده معاك؟ This side. هذا اللي جنبي ما عنده مشكلة. وبناء بوش. بزاف يوم. يوم ده بوش بناء. اول ما دخلنا من هنا. Burası ev olur. Evet. Bak benim üst kat şeyim yok. Çıkarsa olsun. Benim için önemli olan burası, burası. Dışarısı ve içerisi. Bize yeter. Yani buranın kirasını çıkartır, parasını çıkartır, para da kazandırır. Peki, tabakıyla. Ruhsat almış mı ya? Evet, hemen kabinde kaçmış. Buranın çalışma ruhsatı var mı? Working. Ruhsat. Yani. Ya, zor mu çıkartması, zor mu? Baca olması lazım. Baca olması. Şikayet edecek bir şey yok. Burası tek bina, Özgür. Sorun olmaz ama. Yani tek bina, kim üstünde kimse yok, altında kimse yok burada. Fark abi. Bir üstte de yok, bakalım. Yok, sadece. Sen.
Bu şekilde masa sandalye. Bir üstü daha var ama çok mantıksız olur yani. Bir üstü daha zor. Yes. Bence burası. Capital. You big lost money. Yeah. Too much. Yes. Why? Why? المهم شباب يلاه شاينا مع هاد الناس اللي جاو. كيما قلت لكم ما كنتش بغيت ندير عمل عليهم حتى يشوفوا البلاصه باش نلقى نناقشوا ديال بصح. المهم واحد جا لهنايا اقترح قال لك هاد اللعيبه ترجع كيما كتشوفوا هنا يرجعها ويدير هنايا طبالي. بغى يكثر هو هنايا الطبالي يدير جوج جلسات جوج جلسات ويدير طبالي هنا الفوق. وبغى يستعمل الفوق قال لك بغى يستعمل غير جوج طوابق ديال التحت وجوج طوابق ديالي خليهم ليا الفوق. المهم هنا ملي بديت كنتعنكش حيت انا ما بغيتش هاد البلان حيت ان فوا انا غادي يعني نشد جوج طوابق الفوق يعني خصني نخدم هنايا ولا خدمت هنايا في تركيا يعني صافي راه ديجا عندي التيم يعني حليت المشكل. علاش غنجيب معايا شريك؟ حنا اصلا واقعين في المشكل ديال كيفاش نقدروا نخدموا كيفاش نخدموا يعني الخدامه وداك الشيء. دونك يا يشد كل شيء يا ما يا نشد انا كل شيء. حيت ما بغيتش نشد هو النص وانا النص حاليا ما مسلكاش حيت ما كاينش الدراري وراكم عاودت لكم المشاكل اللي كاينين. حاجه اخرى هي قال لك بزاف ديال لي موديل خصو يعاود هاد اللعيبات والكوزينه وداكشي. قال لي انا اللي خصني نخلصهم من عندي حيت يعني نخلص كلشي بواحد حيت انا اللي غيبقى لي داكشي باش هو الا ما استقلاش الكونسيبت غيمشي في حالاته. وانايا غادي انا اللي خصني نخلص كلشي حيت غيبقى لي هو اصلا ما غيبقاش لي غيبقى المول المول العاقه. ولكن قال لي زعما تحت عندك الكونترا 10 سنين وداكشي انت اللي غتبقى دونك غيبقى لك داكشي هو غيجيب غير التيم ديالو ويجيب الخدامه ويتكلف كلشي ونديرو 50-50 يعني 50% ديال داكشي اللي دخل ليهم هذاك البروجي هنايا غندي معاهم الربح. دونك بقيت انا صراحه يوصل لك حيت خصني نزيد انفيستي انايا ما عرفتش غيتقام هاد الاصلاحات نعاود الكوزينه هنا ونعاود لتحت نحيد الفران. الفران ما عرفتش حدا شي 80000 ليره ولا شي حاجه نحيدو حيت ما باغيينوش. خصني نحيد شحال اي كاع اللعيبات اللي عندي خصني ناني ليهم ونتيستي واش غيصدق ليه الكونسيبت ديالي هنا ولا ما صدقليش. هو غيمشي ما حط والو جاب غير لعيبات ومشى وانا غنصدق ضيعت القهوه ورجعتها ريستو بقيت حاصل في ريستو وفي قهوه ودي كونسيبت مخلطين. دونك صراحه ما سلكاتش لي هذا. قلت ليه انا صراحه كنفكر اي ان بي ولا شي حاجه ولكن هما ما عندهمش الفرنس باش يقدروا يشريو. دونك صافي ما اتفقناش وصافي. قلت ليه المهم يكون خير ان شاء الله قلت ليه نقدروا نديروا شي بيزنس من بعد ولا شي حاجه. ولكن هكذا حاليا راه ما مسلكانيش هاد زعما هاد لي كونديسيون اللي قلتي راه ما مسلكينيش. لا البلان ديال انني نشد انا جوج طبقات وانت جوج. لا البلان ديال سميتو ديال انني ندير لك الاصلاح كامل وانت غير تيستي. المهم هادشي اللي كاين دابا نمشي نتحركوا حنا وعاصم نتلاقاو بواحد الدراري في ميجي دياكوي. السلام عليكم. شنو هاد الباس؟ الله يخليك. الله يرحم والديك. تما قول لي عاود رجع عليا. المهم شباب يلاه سالينا الجلسة أنا وخاي عاصم مع الدراري. كنت ريحت مع واحد السيد سميتو تورش تركي أنا عاود لكم عليه. ومن بعد جا خاي مهدي مع العائلة ديالو. مهدي صراحة مداري دايرين كيديروا هنا الديبا ودري كيدير علم النفس وتقريبا شي 7 سنين هو هنايا. دونك الله يجازيه بالخير بروبوزا يعاونني في شحال من حاجه ويعني باعتبار عنده بزاف ديال المعارف والاكسبيريونس. المهم بروبوزا شحال من حاجه نديروها ان شاء الله. درنا حتى نعاودو نتلاقاو ان شاء الله في الويكاند. بالنسبه لتوش هذا السيد التركي هذا واحد السيد دوماينر تعرفنا في جروب ديال دوماينين ودرنا اننا نتلاقاو حتى هو قريب من هذا المول. السيد صراحه انتريستين لقيتو واش كيدير الشباب. تخيل انه قال لي كان خدام يعني عادي حتى المدة ديال كدا 30 عام. من بعد خدم 10 سنين في واحد اللعيبة ديال البانكا دار دايرين شي ميثود ديال البانكا. المهم بحال في الريال مدخل معاه شوية ديال الديجيتال حتى لديك 45 عام. من بعد 15 عام دابا ماشي 15 من 2010 يعني 13 عام هو كيدير غير السيت ديال الكوبون كيعطيني ديسكاونت وكيدير لك الكاش باك. عرفت السيتات ديال الكاش باك داير بهم خبله ديال الفلوس داير واحد السيت معروف وكيقاد ليه الاس سي او. قلت انا راه فيت خدمت في هاد السيتات وكنت بعت بحالهم فليبا واحد الوقت. قال لي حنا درنا فليبا ولكن هذا انا باغي نرتاح باغي شي حاجه اللي
تكون واخا قليله ومداومه ما فيا اللي حمق راسي في هذا لاج ديالي. السيد عنده 55 عام ومازال خدام على هذا النوع ديال السيتات. قال لي كنحاول ان شاء الله في هذا 50 ولا 10 سنين يحاول يوصلوا لمليون دولار، يعني هذاك البيزنس باش يلقى يبيعوا ومن بعد يرتاح بمره. المهم صراحه كان انتريستين انني نهضر معاك شرف لاج ديالو، يعني دابا 57 عام ولا ياك عصيب حتى تكون عندك السيد 57 56 وتخيل دابا 13 عام وهو خدام غير هكا السيد ديال ويب واحد ياك. قال لنا واحد هو الاصلي وشي جوج اخرين غير مكملين ديال الكوبون، واحد كيدير به لي كاش باك وخدام به خير مع واحد العشير ديالو ودايرين اوفيس وصافي كيمشيو يقادو شويه ديال الاس اي او وكيمشيو يجيبو، يعني هما كيهضروا مع الشركات ديريكت. دويت مع كيفاش كيخدم بالافيليت وراني واحد السيتات اللي خدام بهم حتى انايا بحال كوميشن جانكسون وامباكت، دونك هما بجوج باش كنخدم حتى انايا. وقال لي شي وحدين كيدير معاهم ديل ديريكت بحال كانوا شي شركات تركيين يدير معاهم الكاش باك. المهم انتريستين صراحه انها تشوف شي واحد بداك لاج وكيغريندي بحال هكذا كيموتيفي. المهم شباب حنا دابا غنتحركوا للدار، راكم عارفين عندنا واحد الطواله ديال الطريق. غدا ان شاء الله غنكمل معكم اذا كان شي حاجه. شكرا على المتابعه ديالكم، نشوفكم غدا ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، بالسلامه.